ما حكيتش عن مكالمة كابتن خطيب لما اتصابته وعند التجديد، كان ايه الحوار اللي دار؟ يعني كان ايه اهم حاجة قالها لك؟ يمكن لا هو انا لما اتصبت، انا اول ما اتصبت عرفت ان انا ايه الاصابه يعني وانا في الملعب، فحتى زمايلي بيحطوا لي تلج، قلت لهم مش خلاص انا هعمل عمليه يعني، قالوا لي دي كدمه وبتاع، سمعت الصوت ولا؟ فحسيت ان في حاجه اتقطعت يعني. فالكابتن الخطيب هزر معايا يومها يعني، يعني انا رحت المستشفى اعمل اشعه، فكنت قاعد في عربيه الاسعاف، فالكابتن كلمني فبيقول لي ايه يا ابني في ايه يعني، مالك ايه اللي بيحصل لك وبتاع، وكانت والدتي تعبانه قبلها بفتره وهو عارف وكان بيكلمني يطمن. فقلت له يا كابتن والله، بيقول لي عين جامده دي ولا ايه؟ قلت له كابتن دي مش عين بقى، دي ده انا واقع في بير شكلي كده، ولا في حاجه غريبه يعني. لان السنه دي يا سعد مر الناس ما تعرفوش، مر بصعوبات كتيره جدا على مستوى الاسري، كان اعتقد والدتك كان في حد من اخواتي الاثنين عملوا عمليات، عملنا 5 عمليات السنه دي في البيت. الموضوع كان في البيت صعب. الواحد والدتي كانت تعبت في اول، بقى لها يعني سنه وفتره كانت تعبت، برضو اكتشفنا ان في موضوع كبير ومرض خطير وكده، وبعدين مش عايز تتكلم فيه؟ يعني الحمد لله ربنا يقومها بالسلامه، احنا شغالين في العلاج وكده والحمد لله يعني. ان شاء الله. وبعدين انا جيت عملت العمليه، وبعدين اخويا مصطفى اكتشفنا ان في ورم في المخ فعملنا عمليه. اخوك؟ مصطفى الاصغر مني، وبعدين محمد اخويا جاله كسر فعملنا عمليه برضو. سنه صعبه جدا جدا، فكان جداً. فتره سنه صعبه شويه، ولسه من اسبوعين ايه تاني؟ انبوبه فرقعت. الانبوبه ايه؟ انبوبه فرقعت؟ انبوبه ايه اللي فرقعت؟ في البيت يعني، مراتي عند حمايه وكده كانت هي وبنتي، وبعدين الانبوبه فرقعت يعني، حصل ايه؟ لها نحاول نستخبى بقى الفتره الجايه. ايه اللي حصل يعني؟ في اي خسائر حصلت؟ يعني حاجات بسيطه ربنا سترها يعني، البيت اتبهدل بس هم الحمد لله، اهم حاجه ان اهم حاجه بس ما حدش فتره وتعدي ان شاء الله. سنه صعبه والناس لازم تعرف، معلش اسف يا سهام، الناس لازم تعرف برضو ان لعيب الكوره الناس بس بتقيمه في الملعب وبتلعب كويس وما بتلعبش كويس، طبيعي انه لازم بيفصل شويه المشاكل الاسريه عن الملعب، لكن ساعات بيبقى امور صعبه جدا بتمر زي سعد، امور صعبه جدا على المستوى الاسري، فاكيد ده بيتاثر على، اكيد بيتاثر عليه مهما كان على مستواه. فزي ما بقول لك التقييم لازم يكون واقعي شويه، ولازم كمان انا بحيي سعد طبعا على روحه اولا وعلى اصراره، وعلى كمان احنا عارفين سعد دايما دمه خفيف وبيضحك ويهرج، لكن الجزء انا عارف سعد، مش عايز اقول ان انا من ولادي عشان مش عايز اكبر نفسي، بعدين فعلا لكن عارف سعد انت من هو صغير يعني، فعلا يعني حس متاثر شويه. طبعا اتعرضت لمشاكل، انا في حاجات اول مره نعرفها تقريبا، صح؟ محدش يعرف عنها حاجه يعني. يعني فتره كانت صعبه. هو الناس دايما بيهمها لعيب الكوره اللي قدامهم يعني، الخلفيه اللي وراه مش يعني، وده حقهم يعني. انت لا، لما بيحبوا لاعب قوي بالذات في النادي الاهلي بيبقى مرتبط قوي بالشخص برضو، اللي عنده واللي ايه وفين ووصل لحد فين ونازل امتى. بس هي مامتك عامله ايه دلوقتي؟ الحمد لله احسن والله، بتتحسن؟ الامور ماشيه كويس في العلاج وكده، وان شاء الله اتمنى لها الشفاء يعني. هي يعني الموضوع كان صعب يعني، كواليسه كانت صعبه يعني. يمكن انا عرفت يوم مرض والدتي، يوم حفله التكريم، النادي الاهلي كان عمل حفله تكريم لدرع الدوري اللي هو الموسم اللي فات. الموسم اللي فات وكان في حفله، ويمكن انا اعتذرت عن الحفله لان الكابتن، كلمت الكابتن سيد وقلت له عرفت ان والدتي تعبانه، كان في تحاليل وحاجات بنعملها وعرفنا ان في مشكله، فكان فكنت بقى موجود مع والدتي وكده، فكان بدايه الموضوع موضوع صعب يعني. فالكابتن الخطيب عرفه وكان على تواصل معايا على طول بصراحه، وبيطمن على طول على والدتي، والحمد لله يعني احنا شغالين في العلاج وان شاء الله خير يعني. ان شاء الله ربنا ان شاء الله ان شاء الله مش عايزين ندخل الناس في لا لا. طب تعالى